اقول لك كلامك جميل جدا، والناس اللي قاعده محترمين جدا والكلام بتاعهم حلو. انا جيت في مره انا اللي اديت لطليقي ولادي، حلو، وطليقي شتمني ورغم ان ما بيدينيش مصاريف وما بيدينيش حاجه ولا حقوقي خدتها، واتنزلت عن كل حقوقي بسبب الخيانه والضرب والاهانه. انا اتنزلت عن كل حاجه، حلو، وكل ده واديته كمان يشوف ولاده يقعدوا معاه يوم مع زوجته الجديده، ده انت ومسكني جميلة. شتمني، مسكني شتمني وخد عيالي غصب عني ورجعتهم بأمين شرطة، لولا وقف جنب الله يخليه يعني ويستره، وقف معايا لغاية لما جاب لي ولادي منه. الحمد لله. انتوا بتتكلموا ان الراجل نحترمه ونبوس رجله ونبوس ايده، اوكي انا ببوس ايده وببوس رجله، وكنت بتضرب واتهان. لا يا مدام زينب، انا ما بتكلمش عن النوعيه دي خالص من الرجاله. لا لا، ايوه، ما هي النوعيه دي بقى اللي انت معلش سعادتك بتقولي قولي قولي هم بيتمسخروا علينا. لا لا، مش دول اللي بتكلم عليهم. لا 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 لا، انا اتضربت واتهنت واتخنت، وكنت بشوفه هو بيخوني. لا، الف سلامة. والله العظيم كنت بشوفه بيخوني. لا 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 لا، ده مش اكتر من مقبول. قلت انه ما اخش اشوفه بقى. لا لا لا، ده مش مقبول. مدام يقول لي انت ست مش مكفياني وست تخينه وست اكبر مني. لا حشاكي، العفو العفو. سعادتك بتتكلمي، ورغم كل الاهانات دي كنت بوري له ولاده وجاي لانك دلوقتي. محترمه، لانك محترمه مدام زينب، حلو، بتعملي بوري باصل. له ولاده. انتوا بتقولوا بيمنعوا الاولاد، لا انا رحت بيدي له ولاده وما ادانيش مصاريفه، راحوا حمل المحكمه والمحكمه صرفوا لي كام للعيلين 500 جنيه للعيلين 500 جنيه في الزمن اللي احنا فيه، ومش عاجبه وبيقبض 7000 جنيه ومش عاجبه، شغال شيف كريب، شغال شيف كريب حضرتك، وكل ده وانا متمرمطه وبقول معلش اصل انا بنت اصول، وخلى مراته شتمتني وما اعرفش هي مراته ولا مش مراته. معلش سعادتك انا اتمرمطت، وبتقولوا محكمه الاسره، لا دول ناس محترمه جدا، ولو فعلا زي ما انت بتقولي عايزين رؤيه لازم يكون في حد معاه، لان بيعلموا السفاله وقله الادب. لا لا، حتى بيعلم بنته من زوجته الثانيه قله الادب ومستعده ومعايا في حالات كده، في وبيحصل بيحصل والله العظيم، معايا صور بخاناته ورسائل، وبنته كانت بتحررني على الفجور، بنته صغيره عندها 9 سنين. لا لا، ده انت اكيد ست اصيله وست محترمه، تقدري تقفلي البيبان اللي يجي لك منها المشاكل دي. محكمة الاسره انا محترمها جدا والقانون وكل حاجه، بس مش مدينا حقوقنا، ومش قادره اثبت اللي هو بيقبض 7000 جنيه، بيقبض 4400، ده اللي اثبته. بيتلاعبوا في الرواتب. احنا بنحاول نحل موضوع القانون، او نطالب، نفضل طول الوقت نطالب لحد ما يدي لكل حد صاحب حقه. عايزه اقول لحضرتك حاجه مدام زينب مهمه جدا، وبتكلم بجد مش هزار. انا بقول كلمه حق، مدح الرجل المحترم شيء، وفي نوعيه انا ما بكلمش عنها، ولو جاء قدامي حاله زي دي هقول كلام مش هينفع اقوله على التلفزيون. مدام زينب مثال على الست المحترمه، عملت اللي عليها وزياده. مش ده اللي تبوسي ايده، ولا ده اللي تحطيه فوق الراس، ولا ده لا 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 لا، مش ده خالص خالص خالص. ده ولا ليا دعوه بيه ولا بجيب سيرته، يعني ما مش عايزه اخد من وقت الضيوف عشان كمان طالعين فاصل. فانا انتي من الجزء اللي بتكلم عنه، بقول الستات التعبانه الشقيانه اللي اتحطوا على الراس، لكن النوعيه دي الجزء لا لا، لا تتحملي خيانه ولا الكلام ده خالص.